اليوم موضوعنا بيأكو موضوع أنا بحبه كتير مارك، بس عارف إنه اليوم معي حضر أمثال شهر شباط. صباح الخير مارك. هاي مرسي على هالحلقة. وعدنا مشاهدين بالآخر حلقة معي كنا رح نعملهم كتير أنا بحب الأمثال، وفي منهم كتير مهضومين وفي منهم كتار منا بيستعملون كل يوم. مزبوط، وبعلمونا على التأس. يعني شوف العالم هلأ كتير عم إنه هذا التأس اللي عنا إياه نحنا هيدا السنة كتير غريب، صحراوي ما بنعرف ايه، ما في شتاء ونحن بشبات. يعني وعادة نسمع هالاشياء عن شبات وهيك، صح؟ يعني نشوف هلا اذا لبات. ايه رح نشوف اذا كل انه كان يصير هيك قبل او لا هلا كمثل. والحلو كمان انه اليوم سقبه 5 شبات، وهلا في مثل رح نشوف هو كثير مهم هيدا النهار، لانه رح نحكي عن شيء اسمه الجمرات. هلا بنحكي عنهم يلي عادة الناس بيطلعوا كانوا بتقس 5 شبات تيعرفوا عنه. يعني كمان فانا الامثال اللي نقيته هن في كثير، يعني بس نقيت قصص عليهم او بالتقس او لها علاقه بالحيوانات وبال نباتات. وفي مثلين ما بعرف بعدين بنحطهم، انا ما فهمتهم فبركي من بنشوف ساعتها. اوكي، فاول مثل رح نحكي عنه هلا كمان بنشوفهم، انه كل رعده بكانون ثلجه بشبات. هيدا عندنا مشكل معه هذا المثل، لانه ما رعدت بكانون تقريبا، يعني اذا هيك ما رح يكون عندنا بشبات بركي ولا ثلج. يعني ما بعرف مزبوط، ما كثير رعدت بكانون ابدا. هيدا اول مثل عنا اياه. تاني واحد انه لا تغرك صحوة كانون ولا غيمة شبات. يعني هولي رح كمل لانه هولي امثال كثير بتشبه بعدها بالاول. غيمة شبات ولا صحوة كانون، وكمان مشي على غيم كانون وما تمشي على غيم شبات. يعني بشبات هلا بكون في غيمة، بتكون فكرة انت رح تشتي، بعد شوي بصير شمس، بعد شوي بترجع بتشتي، يعني كثير بيتقلب صح. شبات هولي بعدنا بامثال يعني لها علاقة بالتقس وهيك. بعدين هيدا حلو المثل، السيت لكانون والفعل لشبات. ان شاء الله تزبط هالسنه، لانه يعني عاده نحن من كنا مفكرين انه الكانون رح تتلوج وكذا، ما صار شيء صح. ان شاء الله يكون اصلا صرنا تقريبا سنتين بهالحاله، بس هالسنه اضرب من سنه الماضيه، صح؟ هالسنه كثير يعني كتير. فان شاء الله يكون هيدا السنه الفعل لشبات وهيك. محبي السكي هالسنه ابدا ما كان انا كنت وحده من الريزولوسيون تبع راس السنه انه اعمل سكي، ف مش زبط. ما بقى تاخذ ريزوليوشنات معك، يمكن مش كرمال هيك. هيدا مثل هلا عن الزراعه. بيقولوا شقب كانون وتنه بشبات بتربط الري بالارض ربط. يعني اول فلاحه كان لازم تنعمل بكانون، وثاني فلاحه تنعمل بشبات. هيك لما بتشتي، لما واحد بيفلح بتشتي، بصير كانه كل الارض صار فيها مي. يعني بتساعد كثير يعني للزراعه بعدين. هيدا مثل انا وياك قلناه قبل مره وقتها عن كانون وهيك، مهضوم لانه بيحكي عن كل الاشهر هيك. شتوة كانون زخر، وشتوة شبات محل، وشتوة ادار خير، وشتوة نيسان بركه، وشتوة ايار هديه. نحن بشبات هيدا الفكره انه المحل هو يعني ما له طعمه. يعني شتوة شبات بتروح بالارض بسرعه، ما بتجمع المي، فكمان هيدا يعني واحد من رح نتعذب بالصيفيه ما عندنا مي. يعني المزارعين بحس رح يتعذبوا هالسنه، ما بعرف كيف بدنا نعمل. كمان مثل له علاقه هي كمان بشبات، شمسة شبات وغيمة ادار بننعيم الله الكتار. يعني عاده معروف انه شبات رح تكون ما يكون في شمس، فكل ما تشمس بشبات لازم نعتبرها نعمه. هالسنه نعم كتار، هالسنه نعم كتار، مزبوط. هلا هون رح نقارن شبات مع اشخاص، يعني لما حدا بيقولوا عنه هيدا مثل هوا شبات، معناتها كثير مزعج وكثير قوي وثقيل. يعني هيك لشخص بيقولوا له انت مثل هوا شبات، يعني ما ممكن بنحبه لهذا الشخص. تعلمت شغل هلا، هيدي بحب استعملها. هلا شوف الثاني رح تحب تسميها كمان، اذا بيقولوا له مثل شمس شبات معناتها هيدا انت واحد بيكون تتكل عليه كثير، بس هو انجا بيجي وبيروح بسرعه، يعني ما كثير فيك تتكل عليه. بضل اوكي، انه يعني مثل شمس شبات، يعني انه انا بكون مفكر انه حيطلع منك شيء بس ما بيطلع منك شيء، بتجي وبتفل مثل شمس شبات. هيدا كمان عن اشخاص. هلا هداك شغلتين حلوين، مزبوط. هلا هون عن المهضوم هذا المثل، لانه له علاقه بالكنه وهيك. المره يعني كانوا يعطوا الشمس شبات لكنتها، يعني بتقول شمس شبات لكنتي، وشمس ادار لبناتي، وشمس نسان لالي ولشيباتي. اوكي، هلا الشمس تبع شبات بتأذي. شو الاحسن شيء لالها؟ هي اخذت لالها ولبنتها، يعني ادار ونسان ماشي الحال، بس شمس شبات لكنتها لانه بتأذي. هلا رح تشوف مثل كمان له، تذكري هذا المثل لما نرجع نشوفه بعد شوي. هذاك المثل عن الاشهر يلي شمسهم بتأذي. اوكي، هلا بنشوفه بعد شوي، بس انه شبات الشمس بتأذي فبتعطيها لكنتها. يعني بس شو معناها؟
بعدين هون كمان عن شمس شبات، لانه بيقولوا انه شمس شبات بتعلم على البلاط قد ما انها قويه يعني كمان، وكمان بعدنا بزيت الفكره بتأذي. وكمان بيقولوا انه شبات ما بخبي شمسه يعني قد ما الشمس فيه قويه. هلا رح فرجيك صوره وبعدين نفرج المثل عن هيدا اللي عم نشوفه نحن هون قدامنا. هيدا بيقولوا له المخباط، هو كان شغله استعملوها كثير المزارعين من زمان ليخبطوا فيها حيلا مثلا شجره او فاكهه بدهم انه يهر الفاكهه تبعها. مشان هيك بيقولوا انه شمس شبات بتخلي الراس مثل المخباط، يعني قد ما الشمس شبات قويه بتخلي انه مثل كانه واحد عم يضربك بحديد او بخشب قد ما شمسه. ولكن هذا المثل بذات الفكره بعدنا، الشهر اللي ما في حرف شين شمسه ما بتضر. اوكي هيدا صرنا يعني هن شو هن الاشهر يلي بضروا؟ شمس شبات وتشرين يلي فيهم شين. فكثير معروف انه يعني شمس شبات بتضر، يعني واحد بيكون بركي مش مستنزر انه الشمس بشبات تكون قويه وبصير هيدا الشيء. هيدا بعدنا كمان امثال شبات. شبات غيمه. غيمه وهواء احسن من شمس وشتاء. يعني الشمس والشتة تبع شبات تفرق قديش ركزنا على هذا الموضوع. صح. يعني بتصور لازم كثير ننتبه من شمس شبات لانه ما بعرف ليه يعني شو كان هيك لبات. مزبوط هي وشبات ما في على كلام ربات معناتها يعني كمان ما حكينا قبل ما فيك تتكلي عليه، يعني بيقول لك شيء بيعمل عكسه بتشتت هيك. نقيت الصوره فيها شوي من كل شيء. وليكي هون بيجي بيسالوه لشبات كيف فرقتهم، يعني هو شبات بيجي وبروح بيقول لهم صفر الايدين، يعني ما خلى شيء يعني مثلا nothing. الشتل انجا لحاوا يزهروا، الناس انجا لحاوا يزرعوا، يعني كثير هيك مخليهم من دون شيء، بشبات بضلهم من دون شيء. هلا هون بنبلش بالروحات عند الجيران وهالقصص كلها، بين كانون وشبات عن جارك للبيت، يعني حتى ما تروح ما تظهر من البيت بين كانون وشبات قد ما التأس بشع والشمس مش مزبوطة. هيدا المثل أكثر شيء معروف عن شبات هلا، يعني مين ما كان بتسألي شهر شبات بيقولوا لك إنه شبات مهما شبت ولبت ريحة الصيف فيه. أوكي اليوم في ريحة صيف شبات يعني أكيد مبينة وهيك. بما إنه عم نحكي عن الصيف نقيت كمان واحد قريب بالذات الشيء، يعني شبات شبتنا وربتنا وروايح الصيف إجتنا. وكمان يعني قعدنا بالبيت وما عملنا شيء بس كمان حسينا بالصيف. هلا هون الخبريه اللي بدي اخبرك اياها هيدي في كثير بكم المشاهدين رح يحبوها. عاده صوره كثير حلوه تقليك اللي حطيتها في شيء بيقولوا عنهم انه سقوط الجمرات، يعني بيقولوا الناس بتطلع بالطبيعه. نعم. وبخمس شبات رح كان حط صوره ثانيه بيقولوا انه اول مره ببلش يزبط الطقس هو خمس شبات اليوم زابطه، وثاني مره هي وحده هي 14 شبات على فالونتان، وثالث مره 21 شبات بتصير الطقس تدريجيا يعلى وبعدين بيزبط. هلا في ناس ثانيين ما بيعتبروا هول الارقام، في ارقام ثانيين يعني بيقولوا انه اول مره بيزبط الطقس هو 21 شبات وبعدين ب 27 شبات وبعدين ب 6 اذار. فهول الثلاث جمرات يعني بيقولوا يعني كانه مثل في اصلا باذار عندنا الربيع يعني مزبوط. 21 بس من هلا ببلش يزبط، يعني في ناس بيقول الجمرات هو مثل بيعتبره مثل كانه نيزك بينزل على الارض او شيء، فاعتقاد قديم بينطروا هيدا النهار. اذا كان في مثل اليوم يعني الطقس رح يكمل مزبوط، بس في ناس بيقولوا انه مش اليوم لازم ننطر، لازم ننطر 21 شبات. فهلا بنشوف مين بيطلع معه حق، بس اليوم خمس شبات بيقولوا نزلت اول جمره. انا بقول اليوم ان شاء الله يكون خمسه. هلا عم نعمل اليوم الحلقه ما شفت مشان هيك ان شاء الله بتزبط. هلا في مثل حطه انا كثير حبيته هذا المثل، حلف شبات وطلق ما يخلي غسيل على الحبل معلق. ممكن بتغسله بده يطير بتنشفه بتشوف له بتنشر الغسيلات شبات رح يطيرهم وقد ما الهواء قوي فيه هيك. بعدين عنا شبات بيعير وبيستعير وبدل ناقص، يعني بتجي بتحس اذا هي بتفكر فيها صرنا بخمس شبات بعده هيك قطع بسرعه ومعقوله. صح. فهو ما حسينا وهو اصغر كمان شهر وهيك. صح. فبيعير وبيستعير وبدله ناقص، يعني ما بيمشي حاله. هلا بعدين كمان بنشوف نحن ليش هيك. هيدا مثل في كثير على فكره ما حطيتهم كلهم الامثال يلي له علاقه بالختيريه ما حبيتهم كثير، هذا واحد منهم. شبات بخلي العجوز تتغطى بلبسات قد ما في سقعه وهيك، وكمان شبات انعوى بخلي الراعي يتلوى، وكل امثال عن شبات. في هيدا مثل له علاقه بزراعه العنب، بيقولوا انه عاده باول شبات بيروحوا بيزرعوا العنب، يعني كمان هيدا واحد مثل من امثال شبات. وفي هلا شوفي هون رح نقول كذا واحد عن الحيوانات، واحد منهم انه بشبات ببيض الدجاج على البلاط، يعني قد ما في سقعه الدجاجه ما لها جلاده تروح تبيض مطرح ما لازم بتبيض على البلاط، يعني هيدا من كثره السقعه بشبات. حرام حرام الدجاج.
وكمان هون اللي بيقولوا انه كثير من المعزة والغنم والنعجات هيك بيموتوا بهذا الشهر، فالراعي دائما بيقول انه بشبال بقسم معه القطيع، يعني في كثير مثل هون كمان اذا قطع شبات وبقى عنده عنزه وهيك هو كانوا بينبسطوا يعني عاده. ف مهضومة هالصورة، فليك كيف كان يقول انه اجى شبات وما اخذ منه ولا عنزه ولا ربات، يعني انه هو انبسط بهذه الفكره. كمان هون بعد ما عم نحكي بزيت شيء يعني عن التأس وهيك، رح تنكمل بالامثال الثانيين. هيدا هون خليني خبرك خبريه لانها كثير مهضومه، هيدا خبريه بخبروها بالضيعه اللبنانيه انه التاف الختياري كانوا ما يصدقوا كيف يخلص شبات. صح، ففي وحده ختياره ما صدقت كيف خلص شبات وبتجي بتقول انه بتشوف حالها عليه انه اجى شبات وما اخذ مني ولا نعجه ولا شيء. فشبات بيقولوا بعصب وبيرد عليها بهذا المثل يلي هو بيقول له أدار يا ابن عمي، يعني بيقول له لأدار يساعده، أربعة منك وثلاثة مني بخلوا فصوص العجوز تونة. يعني شو الفكرة؟ أنه هو بشبات رعد هو شي ثلاث رعدات، عم بيقول له ساعدني بعت لي شي أربعة منك ساعتها بنخليها ترجع توجع لأنه هي شايفت حالها عليه. هذا كتير بعيدوه يعني عن شبات، معروف هذا المثل كتير بيستعمله. ما فزت تاتيانا قالت لنا شيء انا ما سمعت سوري كان دقيقتين عم بتقول. اوكي رح نكمل كمان بالامثال تبع شبات، بعد عنا اربع امثال. كمان هيدا زيت الشيء يعني من بعد للختياره فبيسالوا ادار من بعد ما عمل فيها بتعرف اجا وهيك، فبيقوم بقول لك كيف تركتهم؟ بقول له يا شبات كيف تركتهم؟ برد عليه تركتهم مجعوكين معلوكين وبساس الفرن قاعدين. ساس الفرن هي عاده قبل مطرح ما كانوا يحطوا الجمر حواليها، يعني قاعدين قريبين عليها بدهم يدفوا لانه شبات كان كثير قوي. فهون حتشوفي قديش البقرات كمان مهضومين. هيدا انا اكثر مثل حبيته لشبات لانه هيك له علاقه بالزراعه. بيقولوا اذا كان اول شبات هوا شرقي بيع البقر، واذا كان اول شبات هوا غربي بيع التبن. يعني شو الفكره؟ اذا كان هوا شرقي اللي حيكون كثير قاسي والبقرات رح يمرضوا هيك رح يموتوا فبيعهم هلا احسن لك، بينما اذا كان هواء غربي معناتها بيع التبن لانه ما تعطى الهم رح يكون في بعد كثير تأس حلو والتبن كثير منيح وهيك. في عندي بعد مثل زرع شبات ما بمل رباط او قمح شبات ما بمل رباط، يعني ما بيطلع منه شيء. والمثل انا ما فهمته رح حطه اذا بعدين حدا من المشاهدين بخبرنا عنه على فيسبوك اذا او شيء او ببعث لنا ميل. ان لسن الزيتون بشبات حضروا له البطاط، انا ما فهمت شو معناتها. فاذا حدا بيعرف هذا المثل خبرنا عنه لازم نسال جدودنا. تاتيانا بركي هلا كانت تسالنا او جدودنا، انا ما عرفت شو معناتها، فاذا انه بخبرونا عنه هذا المثل. لكن اليوم عملنا حلقه عن امثال شبات، ما في ولا شيء عن لبسينات. لا ما في عن لبسينات، ما حطيتهم. اوكي خلص وقتنا لليوم، بنرجع بنشوفك نهار السبت ان الله راد، ومشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.